السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في شرح جديد من شروحات قناة الكهرباء والطاقة. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي نحدد أطراف موتور 3 فيز مجهول البيانات. أنا عندي موتور ملهوش بيانات، مش عارف الأطراف بتاعته، طلع منه مثلا 6 أطراف زي كده. الموتور 3 فيز زي ما احنا عارفين بيكون 6 أطراف، وأنا بوصلهم دلتا أو ستار أو ستار دلتا زي ما أنا بحب يعني. فلو الموتور عندك متعرفوش بيانات، هو الموتور جاي لك كده بالظبط طلع منه 6 أطراف، وأنت متعرفش التوصيل الداخلي بتاعهم إزاي، متعرفش الملفات فين، متعرفش البدايات والنهايات بتاعت الملفات. طبعا هو تحديد الملفات نفسه موضوع سهل مش صعب يعني، وهنعرفه مع بعض يعني، لكن تحديد البدايات والنهايات هي اللي ممكن تكون مشكلة شوية. فاحنا ان شاء الله النهارده هنشرح الموضوع ده. فلو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وتشوف صفحتنا على الفيسبوك، وتشترك في الجروب. ولو عندك اي سؤال ارسمه لنا في التعليقات، ولو حابب تدعمنا هتلاقي طرق الدعم في الوصف اسفل الفيديو، وبرضه هتلاقي لينكات السوشيال ميديا بتاعتنا تويتر وانستجرام في الوصف اسفل الفيديو. احنا هنحتاج في التجربه دي مالتي ميتر، انا عندي المالتي ميتر اهو، واحتاج بطاريه 12 فولت او بطاريه 24 فولت يعني، بس يفضل 12 فولت بطاريه. فانا هنا ما عنديش بطاريه، فانا هستبدلها باور سبلاي. بس انت لو تشتغل على موتور كبير يعني موتور اكبر من 1 كيلو، يعني يفضل ان انت تجيب بطاريه افضل من الباور سبلاي، لكن انا الشغل بتاعي هيكون من خلال الباور سبلاي. فنجيب الموتور كده شويه، ادي اطراف الموتور اللي انا معرفهاش خالص يعني، معرفش فين الملفات وفين البدايات والنهايات، وادي الباور سبلاي اللي هشتغل بيه، هنشوف برضه هنشتغل بيه ازاي، وادي المالتيميتر بتاعي. طبعا انا قلت لازم يعني لو معاك بطاريه يفضل البطاريه 12 فولت احسن من الباور سبلاي، لكن انا هستخدم الباور سبلاي عشان مش متاح ليا البطاريه. طبعا الموضوع ده لان البطاريه امبيرها عالي، فمش هيحصل مشكله لو عملنا عليها تجربه، لكن الباور سبلاي بيكون ساعات اخره 5 امبير او 10 امبير، فممكن يحصل مشكله في الباور سبلاي لو انت وصلت عليه ملفات من الموتور، زي ما هنشوف ان شاء الله في الفيديو. فاحنا اول حاجه هنعملها هنحدد الملفات بتاعه الموتور. هنجيب الافو على الاوم او على البازر يعني، انا بفضل اجيب الاوم لان ساعات بيكون الموتور لو هو موتور صغير بيكون الملفات بتاعته المقاومه عاليه، فممكن ما تجيبهاش البازر. فهنجيب الاوم وهنشوف اي ملفين مع بعض كده لغايه ما يجيب معانا مقاومه قليله او يجيب معانا بازر، ايهما يعني. فنمسك مثلا ده الطرف ده كده، نثبت الطرف ده لغايه ما نشوف الطرف الثاني، طرف الملف الثاني. طبعا زي ما احنا عارفين الموتور بيكون ليه 6 اطراف، U1 V1 W1 U2 V2 W2 تمام. فاول طرف اهو مديني اوبن لوب، نجرب طرف تاني برضو نفس الكلام، نجرب طرف تاني كده نفس الكلام، طرف تاني نفس الكلام. فبقى الطرفين دول اهو، الطرف ده برضو مش عاطي معاه، يبقى الطرف الاخير اهو عاطي مقاومة 17 اوم. يبقى ده ملف، يبقى اول ملف الطرفين اللي معايا دول. فاحنا كده حددنا اول ملف تمام. فهنجيب اول ملف كده ونعمل شريط لحام كده بحيث ان احنا يبقى عرفنا اول ملف فين. احنا طبعا هنحدد في الاول الملفات، بعد كده هنحدد البدايات والنهايات. يبقى ده اول واحد معانا، نمسك اي طرفين تاني كده، الموضوع هيبقى اسهل طبعا ان انا بتكلم في 4 اطراف دلوقتي تاني، ونشوف كده الطرفين دول كويس اهو 17 و2، يبقى ده تاني ملف طلعوا معانا على طول. فنمسك الطرفين دول وبرضو نديهم شريط لحام كده تمام، يبقى دي تاني ملف. هنحدد تاني ملف هو خلاص كده الاخير ده، اكيد هو الملف التالت اللي هيدينا مقاومة نفس المقاومة برضو 17.2 اوم، 17.2 اوم. طبعا احنا البازر ممكن برضو يدينا بازر، لو عملنا بازر كده هو مديناش بازر عشان المقاومة عالية يعني، هو معتبر المقاومة 17 دي مقاومة عالية، لكن لو جبنا كده على البازر اهو هيطلع قيمة المقاومة اللي هي 17.1، لكن مش هيدي شورت يعني، او مش هيدي ان في بزر، لكن اهو لو عملت كده هيدي شورت تمام. فده الملف الاخير. يبقى احنا كده عملنا اول حاجة، حددنا الملفات اللي هو U1 U2 V1 V2 W1 W2. فكده التلات ملفات بتوعنا اهو. النقطة اللي بعد كده بقى، وهي النقطة الاصعب والاهم، ازاي احدد
الاطراف او البدايات والنهايات، يعني بدايه الملف فين ونهايه الملف فين. طبعا عشان لما اوصل ستار او دلتا لازم اعرف البدايات واعرف النهايات، وبرضه لو هوصل ستار دلتا لازم اكون عارف الموضوع ده. فازاي هنحدد البدايات والنهايات؟ اول حاجه انت هتجيب اي ملف منهم وتوصل طرف منه بسالب البطاريه او السالب بتاع الباور سبلاي. يعني هنا الطرف لو بصينا كده هلاقي الطرف ده الطرف السالب بتاع البطاريه اهو او الباور سبلاي، تمام؟ فهوصله هنا كده. احنا ممكن نجيب الباور سبلاي هنا، ادي سالب البطاريه. يبقى اي ملف منهم، مش شرط اي واحد منهم، وتوصل اي طرف منهم بسالب البطاريه، تمام؟ وليكن ده مثلا بدايه الملف، وبعدين هنوصل اي طرفين تانيين من اطراف الملفات. يعني الطرفين دول مثلا ناخد ملف من دول اهو، الملف ده هنوصلهم بالمالتي ميتر اهو. ادي وصلت طرفين اطراف، يبقى انا كده وصلت طرفين من اطراف الملفات اللي انا حددتهم بالمالتي ميتر، تمام؟ وهجيب المالتي ميتر على الوضع الفولت، فولت دي سي، هقيس فولت دي سي. وصلت طرف من اطراف الملفات التانية بالسالب بتاع البطارية، يعني هاخد ملف وصل طرفينه بالمالتي ميتر زي ما احنا شايفين كده، والملف التاني اللي هو اختبر بيها هوصل منه طرف بالسالب، والطرف التاني ده هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. هوصل الباور سبلاي بتاعي، انا كده شغلت الباور سبلاي، تمام؟ والطرف التاني بتاع الملف اللي انا ما وصلتوش هلمس بيه على الموجب. اول ما بلمس بيه على الموجب المفروض لو ظهر فولت سالب على الشاشة يبقى الطرف السالب التاني بتاعي او طرف البداية التاني بتاعي هو اللي متوصل بالكومن بتاع المالتي ميتر. هنشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل بالظبط. انا هوصل كده، هلمس بالملف اللي انا وصلت الطرف بتاعه بالسالب بالموجب اهو، وبص على الشاشة شايفين هو كده، انا مش بيديني فولت سي بالسالب. لما بوصل كده الفولت بالموجب زي ما هو، مش بيبقى بالسالب، تمام؟ لو شلت هلاقيه بيتغير بالسالب، يعني السالب بالتغيير ده اول ما بشيل. لاحظوا كده الموجب اهو، اول ما بشيل بيديني بالسالب. تعالوا نعكس الطرفين، الكومن اهو، عكسنا الطرفين كده في المالتي ميتر. لاحظوا كده على الشاشه كده، اول ما اوصل الطرف ده هيديني قرايه بالسالب على الشاشه، شايفين اهو، لاحظ التوصيل بالظبط. اول ما اوصل تظهر سالب على الشاشه اهو، سالب على الشاشه. في الاول ما كانش بيحصل كده، في الاول السالب كان بيظهر وانا بشيل اهو. نجرب تاني برضو عشان الحتة دي مهمة جدا اهو. هوصل بطرف الملف على الموجب مظهرش سالب، السالب بيظهر اول ما بشيل بيظهر سالب اهو، شايفين مظهرش، اول ما بشيل بيظهر السالب على الشاشة. فانا هرجع تاني الاطراف كده اهو كده، اول ما هوصل هلاقي السالب ظهر على الشاشة اهو، ظهر السالب على الشاشة على طول اول ما بوصل، مجرد ما المس بيظهر اهو، شايفين اهو بوصل على طول بيظهر. يعني استنى بس لما انزل للزيرو كده، زيرو اهو، لاحظوا كده هوصل ظهر السالب على طول، وصلت اهو ظهر السالب على طول. اول ما بوصل اللحظه اللي بلمس فيها بيظهر السالب على طول. اذا الطرف اللي متوصل بالكومن هو الطرف البدايه بتاعتي او السالب بتاعي، خلينا نسميها البدايه اللي احنا قلناها من الاول. يعني يبقى الطرف اللي متوصل بالاسود ده، تمام، اللي هو الكومن، هو الطرف السالب او البدايه بتاعتي. احنا بنقول سالب طبعا عشان يعني احنا موصلين الطرف اللي زيه بسالب الباور سبلاي، فاحنا ده طرف البدايه اهو اللي هو كان متوصل بالكومن اللي هو الاسود، تمام؟ فلازم يديني قرايه بالسالب اول ما اوصل الطرف بتاع الملف بالموجب. يبقى دي اول واحد اهو، تمام. خلصنا من الملف ده كده، حددنا البدايه بتاعته ومحددين الملف نفسه. يعني فاحنا خلصنا كده من الملف ده، خليه على جنب كده. نروح للملف التاني، هنعمل نفس الكلام بالظبط، هنوصل الطرفين بتوعه بالمالتي ميتر، تمام اهو. والملف التاني اهو كده، وصلت الملفين بالمالتي ميتر والقرايه جايبها
بالفولت سي، وهبدأ ملف الاختبار اللي بختبر بيه، هوصل الطرف على طرف الموجب ومفروض يديني قرايه بالسالب. لو ما ادانيش، شايفين اول موصل على طول اهو، بس هو لازم الفولت ينزل خالص ويديني زيرو وابدا اوصل بعدين. اول ما الفولت يديك زيرو هنا خلاص كده اداني زيرو. لاحظوا كده، اول ما اوصل هلاقي ان الفولت بالسالب اهو، لما بشيل نركز بس نخليها تتصفر كده، هوصل هتظهر بالسالب على طول لحظة التوصيل. شايفين اول ما بشيل بيتغير بالموجب. اذا كده الملف برضه اللي متوصل بالكومن هو الملف الطرف البداية. طب تعالوا نعكس كده ونجرب. لو عكسنا كده، لو تلاحظوا كده هوصل هيديني قرايه بالموجب، اول ما بشيل بيديني بالسالب. ده العكس بقى، فهمتوا الفكره كده؟ تمام اهو، قرايه بالموجب هشيل اللي هيديني بالسالب. لكن عشان احدد البدايه زي ما اتفقنا لازم الافو يديني قرايه بالسالب اول ما اوصل على طول اهو، قرايه بالسالب كده، قرايه بالسالب على طول اهو، تتغير بالموجب اول ما اوصل على طول لحظه سالب. اذا في الطرف المتوصل بالكومن ده هو طرف البدايه، والطرف ده المتوصل بالكومن الاسود هو طرف البدايه. نعلمه برضو عشان نعرف احنا نتاكد دلوقتي اذا كان الكلام بتاعنا صح او غلط. انا ما اعرفش برضو الاطراف والله، يعني انا الاطراف برضو هعرفها معاكم. انا يعني جايب الكابل كله اسود او الاطراف كلها اسود عشان برضو اختبر التجربه دي، ونشيل خلاص الطرف ده. الطرف ده هو طرف برضو البدايه زي الاطراف اللي احنا علمناها، هنعلمها بشريط كده اهو، ونشيل الحاجة دي خالص. تمام كده انتهت مهمتهم، ونجيب الموتور نفسه كده. احنا زي ما قلنا احنا علمنا الاطراف دي، تمام اهي دي البدايات. المفروض ده يو في دبليو واحد او اتنين بقى، انا مش عارف بقى الاطراف دي اهي. تمام فانا كده انا مش محتاج دول خلاص، تحديد الملفات سهل. فانا ابدأ اشيل الكلام ده، هبدأ أشيل الكلام ده كده. يبقى خلاص أنا كده شلت الأطراف اللي كنت عاملها في الأول دي، بس عشان أعرف أطلع ملف. وهفتح الروزيتا كده بتاعة الموتور، وهنشوف هل فعلا الأطراف اللي إحنا علمناها. هطلع كده الأطراف اللي إحنا علمناها واحد واحد، يعني أول طرف أهو الطرف اللي إحنا علمناه، هل فعلا هتمثل اهو اول طرف اهو. تاني طرف من اللي احنا علمناهم برضو، الطرف ده احنا علمناه اهو، الطرف الاخير اللي احنا علمناه الطرف ده اهو. يبقى فعلا كده كلامنا صح، كده الاطراف اللي احنا حددناها اهي. شايفين لو تلاحظوا الاطراف اللي احنا حددناها اهي، شايفين ادي واحد اللي من بره اهم، دول اللي احنا علمناهم بشريط اللحام من فوق. تمام هتلاقي يو واحد وفي واحد ودبليو واحد، والباقيين دول هم هتلاقيهم جايين من هنا، يو 2 وفي 2 ودبليو 2. يبقى احنا كده اتاكدنا من التجربه بتاعتنا ان احنا كده ماشيين صح. كل اللي بعمله بحدد الاطراف الملفات، ودي سهله بالقياس بالبزر او بالمالتيميتر، وبعد كده باخد اي ملف منهم وبوصل طرف منه بسالب البطاريه او بسالب الباور سبلاي، وبخلي اي ملف من الملفين التانيين على المالتيميتر على وضع الفولت دي سي، وبلمس بطرف التاني بتاع اللي انا وصلتوش، الطرف التاني ما وصلتوش بالبطاريه او باور سبلاي. اول ما بلمس المفروض لو اداني قرايه بالسالب ظهرت على الشاشه لحظه التلميس على طول، فاعرف ان الطرف المتوصل بالكومن ده طرف البدايه زي ما احنا اتفقنا في الاول. وهجرب برضو على الملف التالت، لو القرايه ظهرت بالسالب لحظه التوصيل بالملف التاني بالموجب او طرف الملف التاني بالموجب، يبقى ده برضو
الطرف المتوصل بالكومن هو الطرف البداية، وبرضو الطرف السالب اللي كنا موصلينه في الأول خالص على الباور سبلاي أو البطارية هو طرف البداية. فاحنا كده اتأكدنا من التجربة بتاعتنا والأطراف اللي علمناها فعلا طلعت البدايات U1 V1 W1، والأطراف التانية اهي زي ما انتم شايفين أطراف U2 و V2 و W2. أتمنى يكون الفكرة بتاعت الفيديو ده وصلت، ولو في أي سؤال أو استفسار سيبهولنا في التعليقات واحنا هنرد عليه. طبعا ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، ولو حابب تدعمنا هتلاقي طرق الدعم في الوصف أسفل الفيديو، ونشوفكم فيديو قادم إن شاء الله. يا رب أكون عرفت أوصل الشرح بتاع النهاردة وإزاي نحدد أطراف موتور مجهول البيانات 3 فيز اندكشن موتور مجهول البيانات، يعني ازاي نحدد البدايات والنهايات والملفات بتاعة الموتور ده. شكرا، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.